بسم الله الرحمن الرحيم. نحن الآن في فندق كوتيريال في جبال كاميرون هايلاند. أول الغرفة من نوع ديلاكس. الغرف الديلاكس هنا في الفندق مجددة، مستوى كويس. هي أيضا الحمام عدم وجود شطافات، طبعا عندهم نظام حديث كما يقولون، نظام ياباني، بس إجمالا لا توجد شطافة. مؤمل أن تضاف شطافات في الوقت القريب إن شاء الله. هنا الشاور مع البانيوم، تصوير شركة المحيط للسياحة في ماليزيا. هذه الغرفة من نوع كينج بيد، سرير المزدوج عائلي. طبعا كل الإطلالات الموجودة في الفندق ممتازة، لأنه يقع في منطقة مرتفعة في رأس تبة، فإطلالاتها كلها ممتازة على الغابات ومزارع الشاي والمزارع المغلقة. طبعا بلكونات توفر كذلك في الغرف الديلاكس. هنا مكتب، مع تحيات شركة المحيط للسياحة في ماليزيا.